تنزلت يا قرآن تنزيلا على النبي فرتل ذاك ترتيلا دعوتنا لإله لا شريك له له الوجود له الأخرى له الأولى عبدا تنزلت يا قرآن تنزيلا بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي المشاهدين والتحايا مفاتيح القلوب. نرحب فيكم في مركز عبد الرحمن أجور لتعليم القرآن الكريم وتدريس علومه. من راح يواصل معانا من الطلبة إن شاء الله الموهوبين اللي راح يواصلون ويانا المراحل وراح يوصلون للمراحل المتقدمة، هذه اللي راح نعرفها اليوم إن شاء الله، وخلوكم ويانا. الحمد لله انتهينا من مركز الشيخ عيسى بن علي، وكانت ما شاء الله الجهود طيبة عندهم، أسأل الله يوفقهم. نشوف إن شاء الله اليوم مركز عبد الرحمن أجور بإذن الله عز وجل. إيش رأيك الشيخ ناصر؟ والله أتمنى نشوف مستويات طيبة وممتازة بالنسبة لنا بعض الطلاب المتسابقين هنا. كانت مستوياتهم طيبة، أتمنى يكون نفس الشيء بإذن الله إن شاء الله. ننتظر أول متسابق يدخل علينا إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، معنا أول المشاركين في مركز عبد الرحمن أجور، ومعنا الطالب هزاء محفوظ. هزاء هزاء جاهز؟ جاهز. شنو شعورك؟ شوي ارتباك. ترتباك؟ شوي. خليك واثق ودش عليهم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. تفضل شيخ وضاح. كيف حالك يا هزاع؟ الحمد لله بخير. طيب ان شاء الله. ان شاء الله. احسك مرتبك شوي. شوي. صح؟ اي نعم. دائما يا هزاع قارئ القرآن لابد انه يكون واثق من نفسه. هزاع الله يفتح عليك. وتبارك الله عندك صوت جميل وفي حنان، ولكن تحتاج الى انك يعني تتوسع اكثر في صوتك، انك مساحات ما استغليتها في صوتك. عندك فأكرمه خطأ، الكاف هني مو مقلقلة، فأكرمه خطأ، فأكرمه ونعمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. حسبك. حسان، انت لما تطلع من بيتكم تطلع من الباب ولا من الدريشة؟ من الباب. من الباب اكيد. اذا في مكان معين للخروج صح؟ نفس الشيء سبحان الله، مخارج الحروف كل حرف لابد انه يطلع من مخرج معين. حسان الله يفتح عليك، عندك ملاحظات تجويدية لازم تنتبه لها، الألفات لا تفخمها. الرحمن علم القرآن، لا، الرحمن
علم القرآن. يعني عندك مساحات تفسر القرآن بصوتك. أقول لك اسمع حق قراء كبار بحيث لما تسمع الشيخ تحاول تقلد أدائه فتطور من نفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بس سلمان انتبه، وجوه يومئذ ناظرة الأولى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حسبك، جزاك الله خير. تفضل شيخ. سلمان كيف حالك؟ الله يسلمك. طيب الحمد لله. لو قلت لك قيم نفسك، قيم قراءتك، ممتاز، جيد جدا، جيد جيد جدا، جيد جدا. أتوقع أن عندك موهبة بس أنت خشها ومستحي وخايف. الآيات ذي عظيمة، تقدر تفسرها بصوتك، يعني توقعت أنك بتأدي أفضل لكن الحمد لله أديت اللي قدرت عليه. أنت لاحظتك مستعير في القراية. هذه الآيات تحتاج واحد يتأنى فيها ويتمعن فيها. أتمنى أنك تنتبه حق هاي النقطة. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جزاك الله خير. حاسبك. سم الشيخ. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا عبد الله، صوت رائع وأداء متميز ما شاء الله. الله يبارك فيك ويفتح عليك. بس ماري ليش هالسرعة؟ ها مستعير انت؟ بس يعني علينا اختبارات. الله يوافقك ان شاء الله. عبد الله صوتك ما شاء الله تبارك الله، يعني ندور عليه من ساعه احنا فالحين حصلنا الله يجزيك خير. ولكن عندك بعض الحروف اشوفك تميلها. تبارك تبارك الذي، بس هذه الملاحظه. عسى الله يوافقك ان شاء الله. مساك الله خير على هذا الصوت الجميل وعلى هذا الاداء الطيب. صراحه ما شاء الله اسمه قال الشيخ عمر، احنا من ساعه ندور على واحد يكون صوته نفس صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. حسبك، جزاك الله خير. سلمان كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ليش زعلان؟ ابتسم. شلون تبسمك في وجه اخيك صدقة. قارئك المفضل من يا سلمان؟ ابو بكر الشاطري. شيخ ابو بكر الشاطري ما شاء الله. زين لو قلت لك قيم تلاوتك لتلاوة القارئ المفضل مالك، كم تعطي روحك؟ انا قدام الصفر هوين. فيعني نصيحه، اسمع اكثر بعد من القارئ مالك المفضل وحاول انك تقلده. لا تكتفي انك تسمع للشيخ الشيخ ابو بكر الشاطري حفظه الله، اسمع حق كذا قارئ وانت اختلق لك اداء خاص
في سلمان راجح محمد. في الواوات في تقريبا كل الآيات اللي قرأتها قد أفلح المؤمنون، هذه خطأ. قد أفلح المؤمنون، ضم الشفتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. حسبك، جزاك الله خير. تفضل شيخ. جزاك الله خير. محمد كيف حالك؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. الثقة، قيم لي الثقة عندك الحين، قريت صح؟ يعني لو أقول لك قيس لي الثقة عندك كم بالمئة؟ 70%. فبالتالي شوف، هذه 70 وايد أثرت على قراءتك. الثقة بالنفس جدا مهمة. خلاص، يعني أنت ما شاء الله حافظ لوين؟ سورة المؤمنون. يعني المفروض ثقتك أعلى من اللي حافظ توا، حافظ جزء أو جزئين صح؟ صح. فإن شاء الله أنت أول مرة تشارك ويانا. نعم. إن شاء الله المرات الجاية تكون الثقة كم؟ 100%. 100%. من اللي حافظ القرآن يا محمد؟ شيخ أحمد السياس. والنعم. في مركز أجور، ها؟ الله يبارك فيه. فدائما الحين أنا الشيخ عمر والشيخ ناصر نشبه بعض، شو رأيك؟ بس الشيخ عمر فيه شوي يعني إن كل واحد له صفة معينة صح؟ نعم. كذلك ترى يعني القرآن الكريم الحروف لها صفات معينة، فبيك تركز على صفات الحروف علشان تزيد من أدائك ورونق صوتك. خلاص إن شاء الله، وعد. بارك الله فيك أخوي عمر. أخوي محمد، ما شاء الله عندك أحس شيء بس مخشوش، بس أنت خايف صح؟ في شوية ارتباك. إيه. تسمع حق مين من القراء؟ الشيخ أنس العماري. إيه والنعم والنعم. عندك ملاحظة بسيطة، أن في قالوا ربنا الله، أنت قلت قالوا ربنا الله، ما ضميت الشفتين في الضمة هني ربو، بعدين قلت ثم، هني الميم ما هي مفخمة، هي مفتوحة، ثم استقاموا. أسأل الله يوافقك إن شاء الله. تفضل شيخ ناصر. شيخ محمد شلونك؟ يعني الحمد لله. طيب الحمد لله. في أي مدرسة محمد؟ إمام الغزالي. في أي صف؟ ثالث إعدادي. أنا بعد درست في هذه المدرسة. شيخ محمد، تلاوتك ما شاء الله طيبة، لكن فيها بعض الأمور اللي نقول إحنا الفنية. عندك وفي الآخرة، هني ما حققت الهاء. نصيحتي لك تسمع كثير حق الشيوخ وتحاول تقلل نفس الأداء وتجيب نفس الضوابط أو القواعد التجويد اللي تسمعها منهم. أتمنى لك كل التوفيق. جزاك الله خير. موفق خير إن شاء الله. بشر، عليكم السلام ورحمة الله. سويت؟ إن شاء الله زين. إن شاء الله الأمور طيبة. شو الملاحظات اللي كانت عندهم؟ بس إن ضم الشفتين عند الواو. ضم الشفتين عند الواو. بعد في ملاحظات ثانية. كنت مرتبك ولا؟ في شوية ارتباك. تحس إنك متواصل؟ بإذن الله. إن شاء الله. الله يوفقك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم المتسابق يحيى محمد من مركز معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تعالى. أنا اليوم جيت أشارك في مسابقة ترتيلة، وهذه طبعاً أول مشاركة لي في المسابقة، وإن شاء الله أنا أحصل مراكز
الأولى، وإن شاء الله أنكم تدعوني بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حسبك يا يحيى. تفضل الشيخ. جزاك الله خير. كيف حالك يا يحيى؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. أي مدرسة يا يحيى؟ المعهد الديني. المعهد الديني ما شاء الله. أي صف؟ ثاني ثانوي. ثاني ثانوي الله يبارك. عموما يا يحيى ما شاء الله صوتك ندي ورائع، وبإمكانك يعني يكون صوتك هذه يعني تطور من الأداء، عرفت؟ يعني عندك الخامة اللي ممكن انها ايش تطور منها، الا ان يعني ودي شوي تركز اكثر ايضا على المخارج، مخارج الحروف والصفات. يحيى تقرالي بس اول آية ولقد خلقنا الانسان. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص تمام. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن. هذه كسرة غير معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأداك ما شاء الله كان جميل جدا. الله يوفقك إن شاء الله. تفضل شيخ ناصر. يحيى كيف حالك؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. كم تحفظ يا يحيى؟ 10 أجزاء. ما شاء الله. 10 أجزاء. نعم. تبي مركز معاي بأبي سفيان؟ نعم. يحيى أداك ما شاء الله متميز غير عن باقي المتسابقين. لمست فيك يعني نفس ما نقول احنا ذيك النبره الحزينه في تلاوتك، يعني خليتنا انا والمشايخ نتمعن في الايات، الا ان هناك في بعض الملاحظات. ملاحظه واحده راح اعقب عليها هي مساله الخيشوم. انت عندك لحميه؟ اي باين من صوتك. اتمنى لك كل التوفيق يا يحيى. اداء متميز. شكرا لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. حسبك عبد الله. تفضل شيخ. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا عبد الله. لو تأهلت اتصلوا فيك قال أنت متأهل، مع من تبي دربك؟ تبيني أنا ولا شيخ عمر ولا شيخ ناصر؟ اختار واحد منا ولا بعدين تفكر. تكون معي شيخ ناصر. يلا بعدين بنتفاهم معنا. تفضل شيخ عمر. عبد الله كيف حالك؟ عبد الله تعرف بأي مقام قرأت؟ لا. سيكا. عندك ما شاء الله مساحات في صوتك لكن ما استغليتها، يعني مثلا فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تستطيع أن تنتقل من مقام إلى مقام وتستغل المساحات الفاضية في صوتك. أسأل الله يوافقك إن شاء الله. يا أخ عبد الله أتمنى لك كل التوفيق. أداء رائع، أبهرت أخواني مشايخ. إن شاء الله نشوفك في المرحلة القادمة. موفق عبد الله. ممكن أسألك سؤال أخوي عبد الله؟ نعم. بما أنك حافظ القرآن الكريم كامل والله الحمد والمنة، هل تحس أن القرآن له أثر في حياتك؟ نعم. ممكن توضح لنا أكثر؟ طبعا تغير يعني مستوي الدراسي، يعني درجاتي ارتفعت، يعني أشعر بسعادة أكبر. كم معدلك الدراسي؟ 96. ما شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حسبك يا ناصر. تفضل شيخ. جزاك الله خير. كيف حالك يا ناصر؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك ناصر. لو أعطيتك تقييم الثقة من 100 كم تعطي نفسك؟ 85%. 85. شوف دائما الثقة بالنفس هي اللي يعني مثل ما تقول تخليك تنطلق في القراءة، وبالتالي انك تتغنى بالقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فنتمنى ان شاء الله تعالى المرات الجاية يكون ادائك افضل والثقة تكون مرتفعة. عندي ملاحظة بسيطة في الغنة، ان الذين خطأ، افتح شفتين، ان الذين قالوا. حلو، الله يوافقك إن شاء الله. تفضل يا شيخ. أنت قريت الله، هذه خطأ، اللام هنا مرققة، ألا ألا. أتمنى أنك تنتبه حق هاي النقطة، وما شاء الله تلاوتك طيبة، وأتمنى لك كل التوفيق. موفق يا ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. حسبك يا عبد الرحمن. تفضل شيخ. جزاك الله خير، ما شاء الله على القراءة الطيبة يا عبد الرحمن والأداء الرائع والصوت الندي، رحم الله والديك. عبد الرحمن، أنت كم تحفظ من القرآن؟ ختم. ما شاء الله خاتم القرآن. دائما أنا أقول حق المشايخ اللي خاتم القرآن أداءه يبين، سبحان الله. ليش؟ لأنه قرأ كثير وسمع كثير على المشايخ. ومن له الفضل بعد الله عز وجل أن شجعك في حفظ القرآن؟ بالبداية أبوي. نعم. أبوي درسني في المركز. نعم. بعدين الشيخ أحمد سياس. الله أكبر. الله يبارك فيهم ويوفقكم إلى ما يحب ويرضى. بارك الله فيك عبد الرحمن. عبد الرحمن، الله يجزيك خير ويفتح عليك إن شاء الله. تعرف الأداءات اللي قرأت فيهم؟ تعرف أسماءهم؟ إنه يمكن قريت عجم بس ما يبتعدن. لا، المشكلة عبد الرحمن إنك الله يجزيك خير يعني ضابط النغم، ولكن يعني في الجملة الواحدة تجيب كذا مقام، أنت تشتت السامع. يعني مثلا في الجملة الواحدة خليك على مثلا الحجاز، بعدين مثلا في السياق الثاني روح على الكرد، طلع على مثلا الحجاز من أول ورجع على البيات. يعني خل في تناسق في تلاوتك، يعني لأن السامع إذا يسمعك تشتت. قراءتك ما شاء الله طيبة خاشعة، نقلتنا خليتنا نعيش مع القرآن، الله يجزاك خير. ولكن في بعض الملاحظات عندي،
في مسألة الوقف والابتداء أنت وقفت وأتممناها بعشر. قبل ما تقرأ حاول أن توزع النفس مالك بحيث أن توقف 40 ليلة هني في وقف عشان ما تكسرك درجات في التجويد. أتمنى لك التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. حسبك يا علي، عسى الله يشرح صدرك إن شاء الله يوافقك لكل خير. قل آمين. آمين. علي أنت بديت بطبقة عالية. بسم الله لا انزل والقرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أنت قاعد تمهد للقراءة مثل السيارة، شغلها تخليها تسخن شوي صح؟ حتى الأحبال الصوتية. الله يوافقك إن شاء الله. تفضل شيخ. الله يفتح عليك يا علي وبارك فيك. علي إيش تنصح إخوانك اللي في المدرسة؟ إنه يبدأون بتلاوة القرآن وبحفظ القرآن لأنه نور من الله أنزله إلينا لكي نتعلمه وندرسه. الله يجزيك خير. علي حاول تتدرب على الشيخ اللي تسمع له، أتمنى لك كل التوفيق. إمام الجزر يقول وليس بينه وبين تركي إلا رياضة امرئ بفكيك، فتدرب أنت أكثر. ما شاء الله كحافظ. إيه حافظ الجزرية؟ ما شاء الله عليك. سمعنا كم من بيت يلا. عبادة باستطالة ومخرج. الشيخ عادل قاسي صراحة. أجيب أضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواذ كظم ظلمة أغلو الظلام ظفر انتظر ظما أظهر ظن كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى. حسبك الله يرفع قدرك. بارك فيك جزاك الله خير. أحبابي الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من مركز عبد الرحمن أجور لتعليم القرآن وتدريس علومه، وشفنا مجموعة ما شاء الله من الطلبة ومن القراء والمواهب الطيبة من هذه الأرض الطيبة مملكة البحرين الغالية. إن شاء الله بكرة راح نكون معاكم من نفس المركز، مركز عبد الرحمن أجور لتعليم القرآن وتدريس علومه. خلوكم ويانا ونواصل على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عذباً تنزلت يا قرآن تنزيلا على النبي فردت لك ترتيلا دعوتنا لإله لا شريك له له الوجود له الأخرى له الأولى عذباً تنزلت